ولا 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 الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. عايز تاخد الأحجام ديت، اشتغل بداية إزازة التزفير، الأحجام الجميلة على إزازة العلم. الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الاثنين 5/6، احنا يا جماعة في كفر الشيخ على ترعة جديدة. طبعا يا جماعة ترعة العرب خاسة الايام دي، فشوفنا ترعة جديدة. الترعة دي يا جماعة في ضمر الحدان، شغالة غلة غلة، بس الطعم هنا بيديك شير صغير. طبعا يا جماعة الترعة دي متى ماشية سريعة، مية سريعة. فطبعا انتوا عارفين انا بشتغل مراية غرقانة، بس عشان اشتغل مراية غرقانة هنا الغمازات هتمشي، فهنشتغل النهاردة على الجرف. وطبعا لما اكون شغال على الجرف بعمل ايه؟ ازازة العلف اللي هي ازازة التزفير. طبعا بتجيب اي ازازة صغيرة، اي ازازة صغيرة، وتخرمها زي بص زي ما انت شايف كده، دي بتاع السنة اللي فاتت، معايا من السنة اللي فاتت، شوف الخرام دي كلها اهي. وبتحط فيها علف فراخ، العلف اهو، وغلة، وتحطها في الدور. دي فايدتها ايه؟ بتجمع السمك وما بيشبعش، يعني السمك بيقعد يلحس فيها. طبعا العلف ده لما بينزل المية بيزيد، فبيخلي ايه الازازه تطلع علف من الاخرام دي، فالسمك بيجي يلحس منها، فبيجمع لك السمكه هنا في الدور، وما السمكه ما بتشبعش. طالما السمكه ما شبعتش بتفضل واقفه في الدور. هنشوف يا جماعه هنحطها ازاي. طبعا الازازه هي قدامكم اهي، لاي حد يعملها عادي يعني. حط علف على غله، تربطها بخيط اهو، الخيط اهو، عشان خاطر بتحطها في الميه واخر النهار بتطلعها وتفضي اللي فيها في قلب الدور بتاعك. طبعا ديت لشغل الجرف بس، تنفعش مراية غرقانة، عشان السن ممكن السن يجي في الخيط، ممكن يخش في الاخرام السن بتاعك، السن بتاعك اللي بتشتغل بيه. ديت على الجرف بس، عشان احنا النهارده شغالين على الجرف هنشتغل بيه. طبعا يا رجاله، ونعمل لكم فيديو 100 100. اعمل لايك يلا على السريع كده، اعمل لايك، اشترك في القناه، ويلا لو عايز لوكيشن المكان اكتب لي تعليق ودوس لايك للفيديو، وانا ابعت لك لوكيشن المكان. الميه هنا شغاله غله غله، بس بتديك حجم سمكة من قد كده لغاية كيلو، كل الأحجام بتخش عليك وانت ورزقك. يا جماعة الترعة اللي قاعدين عليها النهاردة اهي، وده الدور اللي هنشتغل عليه. طبعا هنشتغل بإزازة العلف، إزازة العلف يا رجالة اهي، زي ما انت شايف كده، تقوم جنزل فينا حتة على الجرف بره، خلصنا سقطت اهي. تمام، انا معايا خيط اهو، خيط اهو. طبعا مش كل مره نعمل كده، لسه بتسقط اهي، سقطت خلاص وريحت على الارض. بتقوم جاي انت معلق الخيط اللي هو تخيل انت عاملها في قلب اي حته بوص على الشط. حلو الكلام كده. طب اللي يعمل بقى، طبعا الدور ده يا جماعه لسه منضفه الصبح اهو، ومروقه ومظبطه. هنجيب برضك ايه، كام حبايه غله. هنجيب يا رجاله كام حبايه غله. طبعا ازازه العلف هنا اهي، هرمي عليهم كام حبايه غله بس كده اهو، عشان برضو كل السمكة جت تجور رجل السمكة بس كده. تمام التمام، كل 10 دقايق ترمي 5 حبات غلة، ما تكترش عن 5 حبات، 10 حبات بالكتير، عشان السمكة برضو تتعود انك بتنزل لها بالغلة. طبعا رميت الازازة جنب الجرف خالص. طبعا المية ماشية، المية هنا ماشية سريعة، شايفين المية؟ بصوا شوف المية ماشية سريعة، ما تنفعش مراية غرقانة. فهنشتغل على الجرف، هننزل احنا قدام منها على طول، ما ينفعش ننزل فوق عشان الخرام دي ممكن تشبك معاك، هننزل ورا قدام منها على طول. يلا يا جماعه تابعونا، هونا بالصلاه على النبي يا رجاله على ازازه العلف. الصلاه على النبي، حته فراوله اهي. الصلاه على النبي يا رجاله، غله شغلنا النهارده، غله على ازازه العلف، حلويه. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، غلة يا جماعة. دي أول غمزة معانا غلة على المباشر بعد الذكر، بالترعة الجميلة دي على إزازة العلف رجالة. برضو على يا جماعة استفتح بذكر حلو. الشغل هنا يا جماعة كله غلة، بس شوف عليه بص بيشرم بسرعة ازاي. شوف يا جماعة، عشان السمكة لسه طالعة بالبخة بتشرم على طول، شايفين؟ وقهط دايب خالص.
مشاعل والله ذكر حلو. ولا 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 الصلاة على النبي 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 اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. زازة العلف وجمل كله غلة حاجة ما شاء الله عليها. حاج عبده رجالة استفتح كل الشغل هنا غلة. شو يا جماعة والله العظيم السمك كله السمك كله بقه بايش عشان لسه طعم البخ. يا رجالة بص السمكة كل الشغل هنا غلى يا رجال. يلا هاتني معاه تعال 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 بالصلاة على النبي عليك تعال يا عسل تعال. ازازة الغلة ازازة العلف يا جماعة عاملة شغل جامد ان شاء الله يعني. مرهم رجالة الغلة وجمال الغلة الغلة وجمال الغلة. ارفع يا غالي النهاردة كله الفيديو غلة الغلة قشطة يا عم حبيبي الغلة وجمال الغلة حلوياتك. شو يا جماعة جاي على الشفة ممكن يقعد الوقت حد لم لم بسرعة غلة رجالة المية هنا كلها غلة غلة النهاردة النهاردة كله غلة قشطة الله حبيبي ابو سيف حبيبي يا غالي. حتى يا جماعة دخلت معانا بتغدى خير ما شاء الله عليها يا رجالة. تعال 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 يا الله ما بدناش نصيب. مرهم يا رجال فرج وتمتع كانت حلوه ما شاء الله عليها فرج وتمتع معاتها من الشرقاوي ومع نجم النجوم. ارفع نجم النجوم السمكه دي معفنه قوي حظك وقع فيها بقى عس السمكه الموديل الاحمر ديت مدار اسود دي عس حلوه رضا حلوه يا سيدي يلا حلوه رضا ونف كله بالغلة النهارده يا الله سلام. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي عسل ياي الشمسية دي قرفاني تعجل اهو عسل يا رجال كله غل. الحاجة يا جماعة خد كمان حتة حلوة ما شاء الله عليها بص كده حاجنا يا رجالة حتة ما شاء الله عليها وانا هلوم كده حتتك نقف كله غلة يا رجال كله غلة من المية الجميلة دي بس بيديك صغير وكبير عشان بس ما عارفين بيديك جميع المقاسات حتة قد كده اهو لغاية كيلو وانت ورزقك مش حجر. الصلاة على النبي الصلاة على النبي الصلاة على النبي. الحاج عبده على الرجالة ما شاء الله عليه اوعى اهو البولت العسلية اهو بص حاج هنا اهو اهو يا رجال كله غلة يا جماعة. احنا خلصنا كده اليوم بتاعنا نشيل بقى ازازة العلف بتاعتنا اهو طبعا انت متخلص ازازة العلف اهي شوف يا جماعة شوف ازازة العلف يا رجالة طبعا اتملت على الاخر ازاي عشان قلت لكم العلف بيزين بتخلص بقى تفضيها في الدور وتاخد الازازة معاك عشان المرة الجاية.